السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أنشأنا بالمحاضرة الأولى شلون ننصب برنامج السوات كاب، وبالمحاضرة الثانية كرييت بروجكت، هسه راح نجي نفهم فلسفة هذا الموضوع السوات كاب، لمن يستخدم، شنو معنى كلمة uncertainty. لاحظ، خلينا نرجع. ممكن هذا الفيديو مطول لكنه ضروري جدا، لان احنا راح نتكلم به عن فلسفه الموضوع، وهذا الاهم انه الباحث يفهمه، مو مجرد تطبيق. نجي sensitivity analysis او sensitivity analysis العفو calibration validation and uncertainty. بعد ما نكمل من السوات الاصلي الجروب سوات، انشأنا برنامج السوات كاب حتى نسوي به calibration uncertainty باستخدام السوات كاب سوفت وير الباكج الخاص به، وكذلك نقدر احنا راح يتضمن ايضا تحليل السنسيتيفيتي وكذلك الكالبريشن الفاليديشن انسرتينيتي. اوكي، هسه نجي على فقره، شنو الغرض من عتها؟ تحليل الحساسيه اللي هو سنسيتيفيتي اناليسيس. شنو الغرض من تحليل الحساسيه؟ لما نسوي شو يعني، اكو امور ضروري نفهمها. اولا انا هنا حاولت احمل لكم هذا حتى هذا يكون واضح، يعني مجرد معلومات اوليه. اريدك تعرف بعض الفقرات. الانسرتينيتي اللي تجينا من الكلايمت تشينج، من الموديلات الهيدرولوجيه، اي شيء من رينفول تمبرتشر، تحدث بسبب شنو؟ الهيدرولوجيكال بارامتر. دائما تجي بسبب كثره البارامترات الهيدرولوجيه، تمام، بالريفر، بالبيزين، باللاند كفر، لاند يوز، اي كانت. فهاي كثره الموديلات الهيدرولوجيه راح تسبب لنا انسرتينيتي بالموضوع، كل ما زادت الانسرتينيتي راح يقل الاعتراف بالموديل الهيدرولوجي. فانا ايش اريد؟ اريد اقلل عدد البارامترات. اكو بارامترات ما لها حساسيه، ما لها تاثير، فوجودها راح ياثر، فقدر الامكان اقللها، اقلل دخولها. فنجي with the significant development in hydrologic modeling such as soil and water assessment برنامج SWOT over parametric، راح الغرض من عنده نعرف احنا ال critical issues in calibration process، راح يأثر لنا على عملية المعايرة. ال global، ايش راح نستخدم احنا طريقة معايرة؟ نستخدم ال global sensitivity parameter اللي تعتمد على شنو الغرض من عندها. اني هذا اللي اوصل له، ايا كانت طريقة الاختبار الحساسية global او طريقة local، الغرض من عدها اقلل radius number of parameter او اسوي تعديل عليه اللي استخدمه بالcalibration اللي use in model. يعني الغرض من تحليل الحساسية انه اقلل number of parameter. طيب ليش اقلل number of parameter؟ احنا to estimate، حتى نخمل تحليل البارامترات او المعلومات الحساسه سنستيف باراميتر لاي متغير كانت، هنا ماخذ للسيدمنت للدسشارج بكيفك. فانت تجي لارج نمبر اوف باراميتر لاي برنامج وان من ضمنهم سوات، زائد نقص بالبيانات، ايش راح يعطيك؟ لو كالبريشن افشنسي، كفاءه المعايره قليله. زين، حتى هاي نحل هالمشكله لازم شنو نوفر للكالبريشن افشنسي؟ لازم اول شيء نقلل ريدكشن نمبر اوف باراميتر، نقلل عدد البارامترات. ثانيا ايدنتيفيكيشن، نعرف الاكثر البارامترات الاكثر حساسيه لكذا دراسه. اني مثلا للديسشارج فلو او للسيدمنت يلد از يو لايك. بعدين نحدد هويه ايدنتيفيكيشن the less sensitive parameter، يا هي البارامترات اللي هي اقل تاثير او تكاد تكون معدوم تاثيرها، نحددها حتى نحذفها ما تدخل. لان انا الغرض الرئيسي شريد اقلل النمبر اوف باراميتر، عدد المعلومات الداخله ضمن المعايره اقللها، لان كل ما قللت حصلت على معايره اكثر دقه. هاي الخطوات الثلاثه مندمجه ضمن شنو؟ ضمن تحليل السنسيتيفيتي اناليسيس. نجي هنا شوف، لاحظ هسه هذا التحليل انا على التعيين بس حبيت اشرحه لك. دي يقول لك عندك كم سب بايزن، دي يقول لك الافرج، يعني هواي امور متغايره، هاي اللاند كفر، لاند يوز، غيرها، سويل ماب، اني سورس ديتا. انا ما بغض النظر بس اريد اوضح لك بعض الامور. احنا بالسنسيتيفيتي اناليسيس
لاحظ بس واتساب عندك طريقتين هسه، لاحظ مجرد ما افتح البرنامج هاي الخيارات تبي، هاي الخيارات لاحظ هسه لو ادخل على السنسيتيفيتي اناليسيس بيها اثنين جلوبال سنسيتيفيتي ولوكال اللي يسموها وان ات تايم فاكتور، فيا اللي طريقة تستخدم اكثر يا اللي حسب الباحثين، وكلها من تشير لها بالبحث تشير الى باحثين مستخدمينها. فدا يقول الجلوبال طريقة التحليل الحساسية العالمي للسوات موديل هي اكثر فور هول بارامتر سبيس باستخدام السوات كاب، تتحلل الجلوبال باستخدام السوات كاب ضمن يا طريقة بالطرق الكالبريشن ضمن طريقة السيكوينشال انسرتينيتي فيتنج فيرجن 2، تمام السيكوينشال انسرتينيتي فيتنج فيرجن 2 هاي ضمن اي بارت ضمن اللاتينيان، اكو طريقة اسمها لاتينيان يعني طريقة المكعب اللاتيني اسمها لاتينيان هايبر كيوب سمبلنج ميثود، هاي الطريقة لا يريد احد يفهم فلسفتها يفهمها بالتفصيل، تشبه الفاينايت اليمنت انه يصير نقل للبارتات والجزيئات الا ان نحصل انه على السيكوينشال الخاص بالبارامترات اللي انا احددها. زين ليش تستخدم طريقة الجلوبال ليش مو اللوكال؟ يقول هي كونس يعني واقعيا استخدامها بسمبل بسيط وطريقة تطبيقها اسهل ولوكا وتحتاج وقت حتى تسوي لك كومبيتيوشنال اقل، لكن هي غير فعالة not reliable for highly non-linear system. لما يكون عندك السيستم غير لينير تكون غير فعالة، يعني مثلا اذا كان شغلك ضمن change land cover land use ضمن الجروب الجروبس مال الانتاج النباتي او هواي بي امور السوات فتكون هي غير فعالة، فحسب انت يا بارت راح تدخل بي، بينما ضمن الفلو يعني الفلو ديسشارج الخاص بالستريم او السديمنت او غيرها تكون فعالة. نجي بعد ما تكمل طريق من تكمل البرنامج يكمل هنا وتنطي الديتا وكذا راح تطلع لك نتائج، راح يقول لك انه يبين لك اللي هن احنا نسميها اكو اثنين تيستات هسه راح نجي نشرحهم البي التي تيست والبي فاليو، يعني الاختبار التي تيست الخاص بكل باراميتر وافرض له النظريه الخاصه بي او الفرضيه اللي هي الفرضيه الصفريه نل هايبوثيسيس هل هو اقل او لا. شوف هسه لاحظ هنا هاي البارامترات هي مور سنستيف وهاي البارامترات كانت تكون نو سنستيف باراميتر، شوف هسه هاي البارامترات انا حددتها باراميترات غير يعني ما لها تاثير او على العمليه فاشيلها حتى تكون عمليه الكالبريشن مالتي دقيقه، بس بعد كم ايتريشن 2500 سيموليشن تمام. وهذا الرسم انا هسه شريت الغرض من عنده وهذا بعدين سوينا الكالبريشن، هسه احنا بغض النظر يعني صدى الامر يعني انا الكالبريشن والدقه مال الكالبريشن واوصل بحيث يكون قريب من الاوبزرفيت لازم شو تكون؟ تكون هنا الديتا مالتك انت مسوي تحليل حساسيه. نجي هسه نفهمها بالتفصيل الدقيق او الممل. السنسيتيفيتي اناليسيس ذيس اناليسيس انيبل تمكن اليوزر المستخدم من تنطيه بتر اندرستاندينج فهم افضل للبارامترات او المعلومات اللي هو راح يستخدمها بشكل نسبي او لها تاثير نسبي ريليتيف افكت على الموديل اوتبوت على النتائج اللي انت راح تستخلصها من الموديل بارامتر ذا سيجنيفيكانت انفلونس اللي لها تاثير مباشر على الفاريبل اللي انا راح اسوي لها كالبريتد باستخدام برنامج السوات كاب. اذا ذا ميجر نرجع ونقول الميجر ايمز الهدف الرئيسي من تحليل حساسية المعلومات الموجودة عندك هو نقلل راديوس النمبر تقلل لك عدد الانبوت باراميتر البارامترات الداخلة اللي هذه راح تؤدي الى ريديوسينج تقلل لك التشالنج التحديات فور كالبريشن اند وكذلك الفاليديشن اند سنسيتيفيتي اناليسيس. سو حتى نسوي تحليل الحساسية الخاص بالبارامترات أو حساسية البارامترات المستخدمة بصورة عامة there are two main methods اللي هسه تناولناهن. الطريقة الأولى يسموها automatic latinian hybrid one factor latinian method والطريقة الثانية global sensitivity analysis product.
هذا شرحهم بالتفصيل عالم فان جيرفنس، وتقدر ترجع أنت تكتبهن على الإنترنت وتقرأ عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر. بهذه الطريقة نستخدم إحنا الجلوبال. هسه نرجع أيضا نشرحها ليش نستخدم الجلوبال. أول شيء هي مور ريلايبل بالنسبة لما تكون يعني الأمور قريبة لللينير مو نون لينير، فهسه هاي ضروري ننتبه لها. استبلش إنشاء أوف سنستيف باراميتر، شلون أني أنشئ طريقة؟ أساعدنا طريقتين زين، أني هاي البارامترات السنستيف باراميتر لازم أعرف طريقة تنشئها. شنو الطرق اللي تنشئها؟ طرق يعني أنشئ البارامترات ذني الخاصات كذا كذا باراميتر، هذا الباراميتر مور افكتيف. اكو طريقة اسمها المولتبلير ريجريشن يلدد، اللي عن طريق شنو؟ استخدام المكعب اللاتيني لاتينيان هايبر كيوب، وبالاضافة الى الاوبجكتيف فاكشن، يعني طريقة تشبه الاوبتمايزيشن، انه انا من عندي طريقة عندي اوبجكتيف فاكشن وعندي انه كونسترينت خاص بي واحلل هاي النتائج الى ان اوصل للبارامترات الاكثر فعاليه. لاحظ هذا الجي يمثل لك الاوبجكتيف فانكشن، هذا يمثل لك الريجريشن كونستانت، هذا يمثل لك الباراميتر. هاي الفلسفه مال الموضوع، انه انا شلون اختار البارامترات الحساسه. بعد ما تحدد هذا الشيء وتقرا انت تقرا فلسفته بصوره عامه بطريقه اللاتينيان هايبرد ميثود، تمام، تروح تعرف الريليتيف سنسيتيفيتي، شلون اني اسوي ايفالويت سيجنيفيكانت للريليتيف، شلون احدد اوكي هاي الباراميتر، يعني النتائج شلون تطلع عندي، انه هذا الرسم مثلا شلون احدد هذا اني سنسيتيف، هذا اني لا، هذا اني مور، هذا اني اقل. مو احنا نريد نقلل، احنا قلنا اهم شيء عندنا فقره انه ريدكشن، نقلل النمبر اوف باراميتر، هاي كلش فقره مهمه. زين انا شلون اقلل النمبر؟ لازم اعرف من هي الفعاله ومن هي الغير فعاله. عندنا هنا في فقره ذكرناها قلنا لازم يكون اقل باراميتر، اقل البارامترات، النمبر اوف باراميتر تقل. فشنو احتاج؟ احتاج اعرف من نطلع النتائج النهائيه. لازم انت شو يطلع لك؟ يطلع لك التي تيست والبي فاليو. ذن التي تيست والبي فاليو راح يطلعن اليك يساعدنك تحدد الريليتيف سيجنيفيكانت، يعني شنو التأثير الواقعي على كل باراميتر اللي هو رمزه بي اي اند والحساسيه مالته اند السنسيتيفيتي اند البي فاليو ديترمينستيك، وتحديد القيمه الصفريه الى. مو احنا لازم راح نفرض فرضيه البي فاليو، ايش تفرض؟ تفرض انه القيم التي يعني التي تيست الهن كلن زيرو. فاذا نجي significant، هسه لاحظ هنا راح نعطيك مثل ما نقول أهمية الموضوع، المين object function caused by variation of كل hypothesis لكل factor. نجي هاي ضرورة تنتبه لها، انه أنا كل ما كانت قيمة، لاحظ هنا هسه أنطك إياها the longer absolute، إذا كل ما كانت القيمة للتي تيست عالية، يعني هذا الباراميتر أنت المختارة كلش حساس ويأثر على موضوع يعني حساسيه وكالبريشن الموديل. لكن اذا كان قريبه من الصفر معناها تاثيره قليل جدا. لاحظ هاي اقرا هاي العباره the larger are the absolute t test significant greater sensitivity and the closer، والقريب من الصفر، والقريب من الصفر مو عاليه قيمته، the b zero to the b value هو شو يكون نفس الوقت؟ زين the higher significant يعني شنو معناها؟ معناها انه كل ما كانت قيمة التي تيست عالية، يعني معناها هذا الباراميتر اكثر حساسية او اكثر تأثير، يعني تأثيره اكثر دائما على الديتا، يعني على المودير، على الاوتبوت. فهذا ضروري ننتبه له. يعني شنو معناها؟ معناها لازم اعرف انه يمتى هاي البارامترات تكون حساسيتها اعلى وقريبة add its closer to the شنو zero بالفي فاليو، يعني قيمتها بالتي تيست عالية. شرطين يتحقق حتى اقول هذا الباراميتر حساس، اولا التي تيست مالته شت بيها تكون greater، وبعد البي فاليو شت تكون قريبة للزيرو. هذن اذا تحقق يعني معناها هذا الباراميتر حساس، فلازم ادخله. يعني شلون؟ خلينا نرجع
عندنا هنا انا اصلا اكو بحث حملته لكم اشوفكم اياه، هذا تحليل حساسيه يفيدكم. ضروري تقرون عن هذا الموضوع بالانترنت هواي لان راح يفيدكم. لاحظ هنا، اشوف هسه هنا انا منطيني البارامترات اللي هي اكثر يعني تاثير ريليتد مع على الووتر بروتكشن، على انتاج المياه. هاي منطيك هنا عدد من البارامترات ومحلل باستخدام السنسيتيفيتي سوات كاب. لاحظ خليني اكبر لك، هذا التمثيل الاول، الايتريشن الاول، اخذ مجموعه من البارامترات، هذول البارامترات، وسوى لهم تحليل. هاي قيم البي فاليو، النظريه الصفريه. وهاي لاحظ وين هنا، كل ما كانت قيمه التي تيست عاليه والبي فاليو اقل قريبه من الصفر، يعني هذا شنو مور سنستيف لو هاي سنستيف، ضروري تعرفها لان هن على اساس تحدد انت وتعرف قيمه التحليل. يعني لاحظ هنا حتى اوضح لك ياهن، هنا اكو فد فقره ضروري جدا تنتبه له. هنا ذا مين الفاريشن اوف اوبجكتيف فانكشن، لاحظ نفسه شارح لك اياها هنا، نفس الامر شارحه هنا. ذا تي تيست جريتر ذان زيرو، سو الباراميتر شبيه كل ما كان جريتر ذان زيرو كان حساس جدا، مور سنستيف. زين، تو كالكوليت البي فاليو او تو كومبير التيست فاليو وذا سيجنفيكانت فاليو ستودنت، اللي هي ستودنت ديستريبيوتد تيبل، البي فاليو اوف ايتش باراميتر تيست يمثل لنا نل هايبوثيسيس ايكوال تو ذا زيرو. السامبل كل ما كان السامبل فاليو، يعني شلون احنا نقول مثلا قيمة البي فاليو اللي هي انديكيتر، راح احنا نرفض كل ما كانت قيمة البي فاليو اقل من 0.05 اللي هي يعني احنا ايش نفرض بالنظرية الصفرية انه هذا البراميتر قيمة التي تيست الى زيرو ما له تأثير. لكن اذا طلعت لي قيمة البي فاليو الى يعني اقل من 0.05، اذا هذا شنو اللي يشير انه يشير لازم نهمل هذه النظريه، لازم نقبل بالنظريه البديله اللي هي الترناتيف هايبوثيسيس، نرفضها النظريه الصفريه، تمام، اللي هي تكون هاي ما لها تاثير. فضروري انا انتبه لهذا الامر. هسه نجي شلون انفذها بالسوات كاب، هنا يتنفذها كلهن سويه. فعندك هنا قلنا اول فقره من تروح ضمن الريتش او ضمن بالمناسبه انت ضروري تقرا بحوث سابقه وتعرف شنو الكيس اللي انت تريد تشتغل عليها. يعني مثلا انا عندي ديسشارج المور، بعد ما قريت عده بحوث اللي لقيت انه المور اكثر البارامترات اللي لها تاثير، البارامتر اللي لها تاثير على الديسشارج بالستريم هم ذولي، تمام، هم ذولي اللي هو السويل ايفابوريشن، التبخر، الكيرف نمبر، الافكتيف هايدروليك كوندكتيفيتي، ضمن الفايل اكستريت يا هو المفروض مستخرج ضمن هذه يعني البارامترات، تمام عيني، ضمن هذه البارامترات ضروري انت تنتبه لهن. فنرجع على شغله ثانيه انه ضروري، يعني هسه احد يجي يسالني يقول اني شنو اريد من هاي الامور، يعني من شنو تقصدين؟ شوف هذا ضمن يا اكستريت، هذا ضمن يا اكستريت، فهناي من اروح اني على سوات سيموليشن اقول له رن سوات، مو راح ينطيك بالرن سوات يسوي لك اكستريت كامل، مو من تختار هناي تقول له اريد سوات اوتبوت، شو يقول لك؟ يقول لك انطيني الاوتبوت مالتك شو تريده؟ اسيب لك يا لي راح اسوي سيف للسيموليشن، شو تريد؟ فانت المفروض يعني لاحظ هسه هنا سيديمنت ويل، هاي شو تريد انت شغلك ضمن هسه؟ لاحظ انا حتى اسوي كالبريشن المفروض ضمن الاول، ضمن هاي الار تي اي، ضمن الثاني. لاحظ هنا هسه لو اخلي اي وحده من عندهن المفروض تكون ضمنهن، يعني هاي القيمه موجوده ضمنهم، فضروري تنتبهون لهذا الموضوع. هذا الاكس ريت الامتداد مالته ستة، هذول منين جبتيهم؟ انت تروح تقرا البحوث السابقه وكذلك تقرا الجايد لاين، ده ينطيك لكل كيس انت تريد تستخدمه شنو البارامترات اللي هي اكثر حساسيه واكثر تاثير، انت تروح تسوي لهن ايتريشن، تقلل من نمبر البارامتر، كل ما قل نمبر البارامتر انت راح الكالبريشن مالتك تصير عاليه، تمام عيني؟ هاي ضمن التحليل الحساسيه. فعندك هاي ان البارامترات هاي يعني اخذتهن اني كانت خاصات ضمن الديسشارج اللي هن اكثر تاثير على الديسشارج. نجي على شغله ثانيه، شنو يقصد بالميثود؟
هسه انت مسويه نمبر، مسويه الميثود، مسويه الفايل اكستريت. هذا الاكستريت قلنا الامتداد مالته. هاي القيم ايضا منين جبتيهم؟ الانيشال رينج يعني الماكس والمينيموم. منين نجي الميثود شنو نقصد بيها؟ الميثود نقصد بيها اكو بيانات. شنو معنى هسه الفي وشنو معنى الار وشنو معنى الاي بالميثود؟ من ادخل هسه على السوات كاب، هسه ادخل على السوات انبوت، راح ادخل على اول واحد اللي هو بار انفورميشن تكست. اول وحده طلع لي الباراميترات، لان انا حتى اسوي كالبريشن فاليديشن تحليل حساسيه غيرها لازم اني شلون اعرف شنو هي الباراميترات. بعدين انت من تسوي تنطي يعني راح ينطيك المور باراميتر له تاثير عالي، يا هي الباراميترات لها تاثير عالي او هي قريبه يعني اكثر حساسيه واكثر يعني المعلومات الاكثر حساسيه واكثر تاثير على الموديل. نجي هنا عندك هاي البارامترات هو معطيك اياها يعني مثبتهن تقريبا ذني ستاندرد، اقدر اضيف عليهن؟ اي نعم. هنا عندك فوق فقره اسمها اد نيو باراميتر، مجرد ما تضغط عليها ضمن اي بيزن انت شو تريد حسب شنو عندك. هسه لاحظ عندي انا مثلا الاول ضمن الفايل اكس ريت شنو اتش ار يو، اروح هنايا اتش ار يو، وين الاتش؟ هذا الاتش ار يو دخلت عليه. شنو عندي اسم الباراميتر ضمن الاتش ار يو؟ عندي اسم الباراميتر اللي هو السويل ايفابوريشن يعني اي اس سي او. وين الاي اس سي او هذا؟ شو تقول له بعد ما تضغطه؟ تقول له اوكي ضفته انضاف لك. لاحظ هسه نجي اضيف بعد. اي نعم انا عندي اكثر من باراميتر. شنو اللي بعد عندي مثلا؟ العفو هناي عندي باراميتر الثاني اللي هو ضمن الاكستريت مال ار تي اي، اروح على سوات كاب ار تي اي. وين الار تي اي عندي هنايا؟ هذا ار تي اي. ايش عندي شنو هو الار تي اي؟ تمام ضمن يا اكستريت يعني هم احنا عندنا فاريشن اختلاف، عندنا ضمن السبيزين، عندنا ضمن السقيط له تاثير، ضمن السويل، ضمن السنو، ضمن التمبرتشر، ضمن الوذر جنريتر، ضمن هواي امور. يعني هنا عندنا برنامج السوات عندنا هواي مؤثرات دخلناها، فالسبايزن احد المؤثرات. يعني تاثير السبايزن وتقسيم المساحات له تاثير، هواي امور لها تاثير. لكن انت من تسوي كالبريشن، وان شاء الله نجي نشرحها بوقت الكالبريشن، ما نتطرق لها الان حتى ما تصير عليكم هوسه، لان هذه تقريبا المحاضره مختصه بتحليل الحساسيه وكيفيه اختيار المور امبورتنت باراميتر، يا هي البارامترات الاكثر اهميه بالنسبه لدراستي. تمام انا اختارت هسه 10 بارامترات او 11 بارامتر او 12 بارامتر، هاي البارامترات اللي عندي اني. تمام عيني هاي البارامتر اللي عندي اني اقدر استخدمهن. مثل ما تلاحظ انا عندي 10 بارامترات، النمبر مالتهم هاي البارامترات اللي عندي، ادخلهم المفروض كل هنايا اختارهم عن يا طريق اد نيو باراميتر، اضيف باراميتر باراميتر. نجي دكتور اكو شيء منوه عليه انت هنا عندش الميثود فكاتبه مره ار مره في، هذا شنو يقصد بيه؟ اوكي انا مو عندي راح يصير ايتوريشن داخل البرنامج ويستبدل وايتوريشن الى ان يوصل يسوي لي نمبر اوف سيموليشن، ممكن يوصل 2000 سيموليشن غيره. فاكو شيء داخلي انه توفر بيه البيانات. هسه اول شيء مو لازم احنا نختار حتى الخطوات، لازم اسوي تشوز كالبريتد باراميتر اللي البارامترات اللي اختارها للمعايره لحسب منطقه لحسب دراستك شنو تريد للديسشارج للسيديمنت التغير لاند كفر لاند يوز. ثانيا لازم تدخل هاي بعدين نجي عليها كخطوات نهائيه، لكن كملاحظات رئيسيه 3 ميثود افايلبل فور باراميتر للمعلومات، 3 طرق متوفره. اول شيء في، هذا في شو يقصد؟ اكزيستنج باراميتر فاليو، هاي معلومه موجوده لكن يمكن استبدالها بقيمه اخرى بالقيمه اللي معطات. الاي الفاليو اللي راح نضيفها للاكزيستنج فاليو، وهاي لا ريليتيف فاليو يسمونها اكزيستنس باراميتر فاليو ملتبليت، هاي ما تتبدل. يعني اكو قيم ما تتبدل، مثلا القيم الخاصه بالكيرف نمبر الغطاء النباتي غير، هاي بيها التباين المكاني،
فصعب نبدلها. فهو مقسم يعني البارامترات مقسمها، وحتى اكو جدول بالمانوال الخاص ضمن السوات كاب، منطيك جدول بكل البارامترات. هن البارامترات كلهن بصورة عامة تقريبا 44 بارامتر لكل السوات كاب، يشمل لك حتى تأثير النباتات وغيرها. لكن احنا ضمن الديسشارج تقريبا 19 بارامتر او 12 11 بارامتر اخر شيء وصلوا للباحثين، اكثر يعني مور سنستف هو 11 بارامتر، وانت تدخله الى منطقه الدراسه وتسوي لها ايتريشن، وبعدين يطلع لك السوات كاب الامبورتنت نيو بارامتر. هسه اني ارجع ادخل كل البارامترات اللي عندي هنا، وبعد ما اسوي كل طريقه الكالبريشن، وبعدين اسوي اكستريت الداتا، وبعدين نوصل لها اللي هي خاصه الاوبجكتيف فانكشن شنو هي اللي انت عندك. تمام عيني، فهاي ضروري ننتبه له. فهسه شنو عندي حسب شوف لاحظ الكيرف نمبر مطيك ار ريليتيف، هذا ما يتبدل، هذا اساسي. شوف حتى من تختار له ما تقدر تقول له انه هو لاحظ. هسه من حددت انا بالنسبه لهاي البارامترات الموجوده، من حددت يا هو الريبليس اقدر ابدله، قال ذولا تقدر تبدلهم. يعني هو البرنامج يسوي من يسوي ايتريشن يعني يبدل. تذكرون الخطوه الطريقه اللي اخذناها بالسيمبليتيود بالماستر، يمكن اخذتوها او بالدكتوراه، اي دونت نو بالضبط، بس اكو طريقه ناخذها نسوي بها نبدل بحيث نعتمد اندبندنت. هاي لاحظ شوف هسه هاي الطريقه، لاحظ اول محاوله اخذ هذه المتغيرات مع هذا المتغير، المحاوله الثانيه دخل هذا المتغير وضاف متغير جديد، اللي بعدها دخل متغير وضاف متغير جديد. المتغيرات اللي دا يضيفها كلها ريبليست، ما دا يضيف متغير هو اصلا الريليتيف. الريليتيف موجود هنا ما يتغير، يعني مثل ما نقول ما خلص، هو ما يتبدل، هو رئيسي. فالريليتيف ضروري ننتبه له. تمام عيني، هذا تاثيره نسبي. اوكي، هسه نرجع لهنا للبرنامج الرئيسي. عندك ثلاث خيارات، هو معدلهن البرنامج، دا يقول لك هذا ريليتيف. هسه لاحظ من اختارت الريليتيف اشر لك فقط الكيرف نمبر، هو ريليتيف. هذا ايضا يعتبر ريليتيف، لاحظ هذا الجديد اللي ضفته ريليتيف. فضروري تنتبه على هذا الموضوع، يعني تعرف انت الطريقه اللي يعني البرنامج. الرينج ايضا محدد لك اياه، يعني هو ضمن كود معين ليقول لك هذا الكيرف نمبر الماكس مالته الى هالقد، الرينج والمينيموم هالقد، وهكذا. هاي اول ايتريشن، هاي اول ايتريشن. بعدين من راح يسوي لك ايتريشن 1 2 3، بعدين راح تتغير هذه المينيموم والماكسيموم. تمام عيني، فهاي ضمن من هسه ضمن الالسب بايزن بدا اشتغل اني. فهسه قلنا شلون ندخل البارامترات من هذه الطريقه. نجي على شغله ثانيه، نمبر اوف بارامتر، نمبر اوف بارامتر هنا، لان البارامترات اربعه هو بصوره عامه كان منطيه كستاندرد، فمنطيك نمبر اوف سيميليشن 500. لكن انت اذا زارت بارامتراتك من قريت خلال البحوث السابقه، كاتبين انه استخدام 20 نمبر اوف سيميليشن الى 50 جدا كافيه هنا، 20 الى 50 جدا كافيه انه يحدد لك او ينطيك انديكيتر عالي عن الوضع. فانت هنا مثلا تحدد 20، مثلا 20 حددته، قلت انا راح اشتغل على 20. تمام، وتحدد لهنا نمبر اوف بارامتر، مثلا صار عندك مثلا 9 بارامترات او 10 بارامتر. ولا شوف هنا انطاك خطا، ده يقول لك انت لحد الان مدخل لي فقط 5 بارامترات، منين اجوا 10؟ فضروري تكملهن، فتكمل كلمه ادخال البارامترات اللي هن اكثر حساسيه وتاثيرا على دراستك على حسب نوع الدراسه. بعد ما انت تعرفهن ضروري تقرا بحوث، عده بحوث سابقه على اساسها تحدد البارامترات الاكثر تاثير او اكثر حساسية أو أكثر تفاعلا، أو مثل ما نقول على عملك أو على شغلك. الدور راح إن شاء الله، إحنا راح مجرد أني شرحت لكم اليوم الفلسفة الخاصة، الفلسفة الخاصة بموضوع شلون إحنا نسميه، بموضوع تحليل الحساسية اللي هو تحليل حساسية المعلومات اللي جات. لاحظ هسه هنا يعني مجرد معلومة عامة، المودير سنستيفيتي إز ريبريزنت الفيرنس، الاختلاف ريشيو بتوين بين الاوتبوت والانبوت باراميتر، ويشرح لنا هو المودي الاوتبوت اللي دي يصير بالتشينج بالفاريبل اللي جيفن
بريود لازم انا انطيه هسه ان شاء الله من راح نجي على هاي المحاضره ننطيه، راح يبين لك المور سنستس باراميتر شود بي ايدنتيفايد باي ابلايندينج، شلون ابينها بتطبيق تحليل الحساسيه بفور ذا كالبريشن بروسيس، ضروري تكون هاي العمليه قبل عمليه الكالبريشن. ان ذا كيس ستدي سنستيفيتي اناليسيس بروسيس هاز بي ابلايد، لازم ضروره هاي، شوف لاحظ هنا the sensitivity analysis period has been applied the sum of model calibration، لازم نفس المدة الفاليديشن بالله ما يأثر، بعدين ناخذ لنا اي لكن السنسيتيفيتي ضروري نفس البريود، يعني البريود اللي اختارها لتحليل الحساسية هي لازم نفس هالبريود اللي اسوي بها الكالبريشن، ما يصير غير بريود، تمام؟ And the global sensitivity has been performed by generating data display the result as the stage of يعني كمرحلة أخيرة وحتى نوضح خطوات الـ sensitivity analysis related باستخدام الـ SWOTCAP software الـ B factor والـ B value والـ T test راح تساعدك حتى نحدد النون اللي احنا نسميه الـ B value الـ B factor هو نفس الـ B value أنا مكررته مرتين أعتذر منكم البي فاكتور والتي تيست راح يساعدنك حتى تعرف النون سنستيف باراميتر والسنستيف فروم ذا كالبريشن اللي راح يطلع لك اياها عن طريق المعايره تمام عيني ذا جلوبال سنستيفيتي اسسمنت اللي احنا راح نبينها باستخدام راح يسوي لك جدول جدول تريد اما النتائج تعرضها انت بشكل جدول او تريد تعرض النتائج بشكل رسم لاحظ شوف هسه هذا الباحث هنا شو مسوي؟ عارض بشكل رسم، هنا هاي قيمة البي فاليو أو البي فاكتر اللي هي تمثل لنا النظرية الصفرية، وهنا قيمة الاختبار للتي تيست، لاحظ هنا كل ما كان قريبة من الصفر هذا يكون أقل حساس، شوف لاحظ كل ما يكون قريبة من الصفر قيمة البي فاليو إلى عالية، يعني شنو؟ يدل إنه فرضيتي صحيح، إنه أنا بالشغلة بالاتجاه الصحيح، إنه نعم دا يقترب من الصفر، هذا ما له تأثير، حساسية هذا المعلم أو هذا الباراميتر على الاوتبوت قليله جدا فدا يقول لك همله لكن كل ما كبرت القيمه كل ما كبرت القيمه للباراميتر دا تلاحظ قيمه البي فاليو الى قلت قيمه البي فاليو الى قلت يعني معناها دا يقول لي اهمل النظريه الصفريه مالتك اللي تنص انه هذا تاثيره قليل لا هذا تاثيره عالي فدا تشوف تاثير النظريه الصفريه يكاد معدوم يعني انا رفضت النظريه الصفريه اللي هو لاحظ الكيرف نمبر هسه هنا على هذا الحسب الكيرف نمبر هو اكثر تاثير السويل اللي هو زد كل من بالمناسبه كل باراميتر هنا الى شرح كامل فتقدر تريد تعرف كل شرح تروح للجايد لاين خاص بالمانوال بالسوات وتعرفهم تمام عيني فها شوف هسه هنا لاحظ التيست الثاني شنو سوى هذا البحث اصلا هو بس تحليل حساسيه التيست الثالث والتيست الرابع تمام عيني او اكو ناس شي يسوون ما يسووها على شكل رسم يسووها على شكل جدول خلي اشوفكم اياها بالله خلي ندخل على واحد من سوات كاب هنايا لحظه اشوفكم تي تيست بي فاليو هسه انا مجرد ما كتبت تي تيست بي فاليو يمكن يطلع لي لا هنايا مو هذا لاحظ لاحظ هذا هنا اكو لا شي يسوي ما يرسم ما يوضح النتائج على شكل رسم وانما يوضح البراميتر يقول بفور سوات سيموليشن التي تيست والبي فاليو وبعدين يسوي افتر سوات سيموليشن التي تيست والبي فاليو شنو هم يعني يعطيك قيمه التي تيست والبي فاليو على شكل رسم الرانكينج ويعطيك التي تيست والبي فاليو كريزلت نتائج نهائيه او يرسمها اكو لك رسم مثل هذا لاحظ هنا منطق النتائج لها كرسم او هنايا كرسم تمام عيني هذا فتشي راجع لك يعني انت باخراج النتائج الخاصه بيك اكو ناس تخرجها حسب يعني مثل ما نقول اذا منطقة دراستك وحده فخرجها باستخدام رسم اكيد افضل واحلى لكن اذا كانت عندك هواي بارامترات فتقدر انه تخرجها على شكل جداول حتى تقلص العدد او تقدر تخليها ضمن ملحق رسالتك او اطروحتك او بحثك ضمن الابندكس ان شاء الله لهذا اليوم اتمنى اكون وضحت لكم طريقة الحساسية او السنستيفيتي اناليسيز يعني مثل ما نقول هاي ضرورة الموضوع فنجي اذا شخص احتاج انا اريد اعرف عن الكاليبريشن اكثر يفيدك هذا المانوال هذا حبيت انا اوهلك عليه هو المانوال كاليبريشن هيلبر هذا كلش مفيد
دا يقول لك هنا سلكتد باراميتر، ودا هنا ينطيك، ودا ينطيك تعريف عنهن. هذا هنا موجود، يعني شنو الطريقة اللي تريدها، تريد بالمناسب multiplied by added replaced، حسب شنو الباراميتر انت راح تحدده. اذا حددت لي مثلا كيرف نمبر مثلا سي اتش كذا، المفروض تحدد له النوع او تعطيه الفاليو، فهو راح ينطيك ضمن يا سب بيزين لاند يوز. هذا ايضا يفيد. تريد تسوي ابديت للباراميتر، تقول هذا الباراميتر ريبليست هنا، تمام. فهذا الموضوع ضروري جدا ننتبه له، لان هو على اساسه اني احدد البارامترات الاساسيه والضروريه، لان هذا هو مانوال، هذا مساعد، او هذا سي ديفولت سيموليشن. تقدر انه تعرف الترتيب مالتك الفاينل سيموليشن شنو هو، ما تمام عيني، وتقدر انه مثل ما نقول تسوي ديفولت. Do you want to delete the current default؟ إذا تريد تمسح وتسوي simulation جديد، تعدل في مكان ما واحد من البارامترات، فتقدر تستفاد من عنده. فغرض محاضرتنا لهذا اليوم هو استخدام تحليل الحساسية لتقليل عدد المعلومات الداخلة بالكالبريشن المعايرة، اللي إلها تأثير كبير بتقليل المعايرة. فالغرض من تحليل الحساسية إذا أحد سئلك شنو، هو تقليل المعلومات أو الباراميتر. لأن لاحظ هسه أول ما تدخل للبرنامج يعطيك البارامترات، فأنت كل ما كانت البارامترات مالتك قليلة، كل ما كانت الكالبريشن مالتك عالي. فأول موضوع المفروض تعرفه ضمن السوات كاب، اللي هو خاص ب يعني مثل ما نقول تيست للريزلت اللي طلعتها انت من البرنامج، هو لازم تعرف انت تحليل الحساسية شنو يشمل، وشنو معنى حساسية المعلم، وشون يستخرج، وكم ايتريشن. ان شاء الله انا هذه المحاضرة فلسفية تشرح لك فلسفة هذا الموضوع، وليس تطبيقية، مع بعض البيانات بيناها هنا. بس ان شاء الله راح نكمل هذه السلسلة بشرح تفصيلي دقيق جدا. بس احد يجي يسألني، انا صراحة لقيت على اليوتيوب يجي يسوي لك ستيب باي ستيب كذا 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 وخلص خلصت عنده. انا ما اريدك مجرد تصير انت عبارة عن كمبيوتر تطبق بيانات بدون ما تعرف هاي النتائج اللي من تستخدم. فانت ضروري تفهم كل فقرة شنو الغرض من هذا التحليل بالموديلات الهيدرولوجية، زين كم سيناريو يتضمن، يعني تعرف انت تحليل الحساسية يتضمن عدد كبير من السيناريوهات، فلازم انت تعرف ان هاي الايتريشن كل ايتريشن يمثل لك سيناريو، كل ايتريشن يمثل لك سيناريو، كل ايتريشن يمثل لك سيناريو. فكم ايتريشن راح يصير، شنو السيناريوهات، شنو الفاريشن اللي صار. ضروري تفهم هذه الامور، شلون يقلل لك النمبر اوف باراميتر، يطلع لك التيست من هي المور اكتف والنون اكتف، هذا ضروري تنتبه لها كلها ان شاء الله. اتمنى تكون هاي المحاضره فادتكم كثيرا، التقيكم ان شاء الله بمحاضرات لاحقه. اذا عندك اي سؤال او استفسار خاص بالسوات كاب سنستيفيتي اناليسيس كفلسفي، تقدر تراسلني على هذه المحاضره بالفيديو ضمن الكومنت. التقيكم ان شاء الله بمحاضرات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.